إلى ولاية سطيف، حيث أقيم اليوم الختامي للدورة التدريبية والتكوينية لحجاج الولاية بفرع المركز الثقافي الإسلامي رابح مدور سطيف، بمشاركة مختلف الهيئات المنظمة لموسم الحج 2445-2424. وقد تم تسليم شهادات مشاركة للحجاج وشهادات شكر وعرفان للمؤطرين بمراكز تدريب وتكوين الحجاج في 20 مركزا بحضور 899 حاج وحجة. صفيان بورقعة ونسرين منادي. نظمت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف مصلحة الإرشاد الديني لولاية سطيف اليوم الختامي للدورة التدريبية والتكوينية لحجاج الولاية. يأتي هذا اليوم الختامي الإعلامي التوعوي لحجاج ولاية سطيف تتويجا لعدة لقاءات تكوين وتدريب للحجاج عبر 20 مركزا موزعة، هذه المراكز موزعة على 20 دائرة. يشاركنا في هذا اللقاء الختامي التحسيسي التوعوي لحجاج ولاية سطيف مختلف الهيئات الفاعلة والمشاركة في تنظيم عملية الحج 1445، مديرية التنظيم والشؤون العامة، مديرية الحماية المدنية، مديرية الصحة والسكان، ممثل الجمارك، ممثل الخطوط الجوية، ممثل البنك الجزائري. فنطلب من حجاجنا الميامين الدعاء للجزائر بأن يحفظها وأن يديم عليها النعمة، نعمة الأمن والاستقرار. يشهد اليوم المركز الثقافي الإسلامي رابح مدور بمدينة سطيف اللقاء النهائي لدورة تحسيسية تكوينية لفائدة حجاجنا الميامين التي انطلقت منذ شهر بمعدل حصتين في الأسبوع. هذه الحصص التدريبية والتكوينية أطرها أكثر من 64 إمام ومرشدة، وحضرها ما يقارب 900 من حجاج والحاجات. الغرض من هذه الدورة التكوينية أن نجعل حجاجنا وحاجاتنا الميامين في مستوى تأهيلي يمكنهم من أداء مناسكهم في أحسن حال. والحمد لله اليوم سيتوج بتوزيع شهادات مشاركة للمتكونين ولمؤطري هذه الدورة. اليوم التحسيسي والإعلامي أقيم بفرع المركز الثقافي الإسلامي رابح مدور وبمشاركة مختلف الهيئات المنظمة لموسم الحج 1145 هجرية وبحضور مجموعة من الحجاج. احنا بالنسبة للمديرية راح تساهم في عملية الحج لسنة 2024 بمشاركة 3 وكالات سياحية، واحدة عمومية اللي هي وكالة السياح وأسفار الجزائر، واثنين وكالتين خاصتين، وستتكفل بنقل حوالي 1000 تقريبا حاج والتكفل بهم والمتابعة تاعهم في العملية في أداء مناسك الحج. قامت يعني مديرة شؤون دينية بدورة لتدريب الحجاج، وكانت دورة ما شاء الله يعني ناجحة، أعطونا لمحة يعني مفيدة. كما وقد تم تسليم شهادات المشاركة للحجاج وشهادات شكر وعرفان للمؤطرين بمراكز تدريب وتكوين الحجاج في 20 مركز.